تعمل ايه؟ بداية البندقية عشان ما تخسرش من الركنة. وانت بتعرفي تضربي بيها بقى؟ يعني بس سلمى بقى هي اللي شاطرة في الحكاية دي. سلمى؟ سلمى دي رقيقة أوي. صحيح، هي طبيعتها مش كده، بس كامل كان نفسه في ولد وما كانش بيخفي المسألة دي أبدا. البنت من حبها في أبوها كانت بتحاول طول الوقت تتصرف زي الصبيان، وده اللي أثر عليها. استريح شوي. لازم يتعمل له كمادات ميه ساقعه كل شوي. طيب استريح وانت وانا هفضل معاه. شوية مية ساقعة. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، انا كنت حاطة ايدي على قلبي، بس الحمد لله دلوقتي بقى كويس. الحمد لله. بركة فيك يا عمتي، لو لعينك لحقتيه عينك كان ممكن يروح فيها. طيب روحي انت بقى تسيحي، ها؟ وانا هقعد معاه شوية. روحي. هتفضلي واقفة هنا؟ يلا شوفي شغلك واقفلي الباب. خليك انت جوه خلاص الحاجات، عايزين نخلص بقى طول النهار في المطبخ.
الاكل. عمته بتقول لازم تتغذى وتاكل بصل كتير. اللبن ده بس مش عايز شوية اللبن بس عشان خاطري. تعرفي ان احنا الاثنين زي بعض، انت قضيتي مده طويله من غير راجل، وانا طول مده السجن كنت من غير ست، كنت حطق. اكيد هو سجن ليه؟ الراجل محتاج لست زي ما الست محتاجه للراجل. ايوه بس المسائل دي ما بتشغلش تفكير الستات قد ما بتشغل تفكيركم انتوا. الحقيقه يا رجاله انتوا حاجه غريبه. غريبه ليك يا طال الشر. أنا بستغرب إزاي الراجل يتلهف على أي واحدة ست من غير ما يكون في بينهم حاجة. حاجة إيه؟ مزاج قريب مثلا، تفكير مشترك، علاقة قوية. المسألة دي بالنسبة لكم يا رجالة فيها شيء حيواني جدا. حيواني إزاي يعني؟ أي ست عندكم زي التانية. بصراحة مش كلهم. وفاء من ساعة ما جيت وانا عمال اقرب منك كنت بتبعد عني. ياما حلمت بيكي وانا في السجن، اتحكى لي عنك كتير، كنت بتخيل نفسي معاك في زنزانة لوحدينا. صحيح انا حاسس بيكي زي ما انت محتاجه لي، انا محتاج لك. كلها يومين وتبقى زي الفل. تعالى معايا شمنك شوية هوا هنا. معانا بره شاي يمكن تبقى احسن. لا اشربوا انتوا. طيب بس يا سيدي كان كل يوم خناقه وعصبيه ومرات كان بيمد ايده عليا عشان يعوض النقص اللي حاسس بيه. ما كانش ممكن استمر معاه اكتر من كده. طلبت الطلاق. كل الناس اعتبروني مجرمه إلا كامل،
هو الوحيد اللي وقف جنبي. عمري ما حسيت بالحنان اللي معاه. هو ابويا واخويا وحبيبي. كنت اتمنى اتجوز